روسيا الآن، ولكن بعد هاي الضربة والهندسة والواقع الميداني اللي عم بصير مع تحية لصمود الشباب، هم بتقولي تحية لصمود الشباب بالجنوب اللي هن بهاي المرحلة مرحلة أساسية بالحفاظ على ما تبقى من خلينا نقول فكرة المقاومة اللي صودرت أو أخذت إلى مكان آخر كمقاومة شعبية لبنانية. الشباب الحزب عم بيحكي شباب الحزب، بس هن شباب حزب الله، هن شباب حزب الله يعني حتى هن بعيدا عن موقفنا السياسي، الموقف من إيران، الموقف السياسي من حزب الله بالداخل، هذه لحظتهم التاريخية، هذه لحظة صمود تعولهم، هذا الصمود كيف سيترجم داخليا؟ كيف؟ هم نسأل الإيراني شو بده، لأنه هذا البلد قابل للانقسام، لا نصر إلهي ولا انتصارات، من نهدي حالنا في شيء صار. وعادة الجيوش يعني تنكسر انكسار سياسي، بلد بتنكسر انكسار مش بروح الجيش كله، والدولة الغطاء السياسي انكسر. وحزب الله كمان مع صمود الشباب جنوب بده يفهم انه هناك شيء ما انكسر بلبنان وبالمنطقة، وشوف الايرانيين وشوف اللبنانيين من اللي كان عم بيقولوا معالي الوزير زياد من الحاضنة الوطنية ما يقلصها بحاضنة حزبية عقائدية. ما فيك تقلي انه انا بسبب هذا الصمود ما بعرف شو حجمه وقدي أدى، وأنه أنا المعركة مش تكسير مركبة، كان معركة أنت عندك سقط الردع، سقطت توازن الرعب وسقط بالسياسي. يعني امتحان السلاح بات صعبا على حزب الله، إذن ما بعد وقف إطلاق النار وما بنعرف على أي أساس رح يصير، حزب الله شو رح يقول لي عن سلاحه وشو رح يقول للدولة؟ من الخطأ هلأ يطلع حدا يقول لك بدي نزع سلاح حزب الله بهاي اللحظة لهاي الشباب، من الخطأ ايه، ولكن من الخطأ الكبير بلحظة اطلاق نار ما نقول هيدا السلاح لوين وشو ساوى وشو عمل. قصدك من المراجعة؟ مراجعة كامل، او حزب الله لو راجع من بعد انتهاء الحرب، حزب الله لو ما راجع لو راجع بال 2006 ما كان وصل لهون. اسرائيلي بلحظة نهاية 2006 فكر به باليوم وهو يخطط لليوم، يخطط إسرائيلي لليوم. من 2006 نحن كبرنا ما بقولوا بالعامية راسنا بطل حاملنا ورحنا لهون، وصلنا لهيدي الأزمة. الآن الفكرة أنه إيراني شو بده يعمل معانا كدولة وطنية، هذا اللي قاله امبارح كان وليد جنبلاط. تماما، بدي أسألك عن كلام وليد جنبلاط. وليد جنبلاط أعطى غطاء ودفع من 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 موقعه حتى داخل الطائفة الدرزية بالغطاء، لأنه في 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 فلسطين بعقله حقيقي لوليد جنبلاط، وعنده في عواطفه كمان أكثر من السياسي بهي اللحظة بتشتغل على فلسطين، وعنده مشكلة داخلية موضوع دروز إسرائيل، فما في ما يكون إلا فلسطيني. ولكن باللحظة الحاسمة الوطنية وليد جنبلاط عم يحكي صح، نحن بلد مستقل وعندنا دولة، أنه على إيران أن تفهم أنه نحن عندنا دولة، عندنا دولة عند السيادة بالضبط. وإيران مبارح أثبت أنه لا فيلق القدس ولا الحرس الثوري خارج الدولة. طيب نحن ليش من يكون لماذا لا دولة عندنا لتحتكر العنف لوحدها؟ ليش قرار السلم والحرب مش عند الدولة اللبنانية؟ ليش بأي حق وزير خارجي الإيراني بيقول لي ما تقرره الدولة والمقاومة؟ نعم، أي مقاومة بالعالم هي تحت الدولة والشعب، لأنه هي مقاومة شعبية، ليست مقاومة تنتمي لا جهة ولا محور ساحات ولا لطائفة. هذا بالمبدأ المقاومة اللي عم تحكي فيه، بس نحن واقعنا مختلف، لأنه حزب الله أصبح أنه المقاومة ولكن حزبية بطابعها العقائدي والطائفي بطلت لبنانية لما هم لبنانيون، هم لبنانيين، بس المقاومة فكرة المقاومة هي شيء تحت الدولة لمساعدة الدولة بأي حرب وطنية تخوضها. هذه الدولة، هذه المقاومة تحولت إلى عملت دور إقليمي، شارك ليش مقاومة حزب الله كمان نفصل، حزب الله شارك بقتل الشعب السوري، شارك بحرب اليمن، شارك بالعراق. طيب هون شو منسويها؟ شو منسميها؟ شو منصنفها؟ يا بتعيدوا التصنيف وتحت لو حكوا مع حزب الله، لو قبل حزب الله
بالاستراتيجية الدفاعية، وحول أهل المقاتلين من أهل الكرة إلى حرس وطني، وعمل علاقة معينة بالجيش اللبناني. كان خسر ولا ربح؟ ما كانوا بقوا بيوت الناس، كان ضروري يكون في 1,200,000 نازح، ولكن للأسف كانت إيران عم تخطط لوحدة الساحات. لما قبلوا اللبنانيين بفكرة والاستراتيجية الدفاعية، هو حزب الله راح على وحدة الساحات. طيب وحدة الساحات لم تطبق إلا ما طبقت مع غزة. ليه؟ وانتركنا لوحدنا. أنه هلأ في وجهة نظر، بس خليني بسألك، أنه باليمن مبلا أنه إلى حد ما تختلف من اليمن والعراق، من سوريا ولبنان، في العلاقة الحدودية مع فلسطين المحتلة. أنه سوريا لم تطبق. من سوريا ما شاء الله دفعنا كل هالثمن ونعاقب على ما عملناه بسوريا، وعلى ويتم النظام الرسمي العربي بصالح الأسد، وبنبقى نحن نتحمل كطائفة شيعية مسؤولية اللي صار بسوريا لوحدنا، كأنه ما حدا غيرنا عمل. كمان ما هيدي حسابات عربية، حسابات إقليمية كتير صعبة. نحن يعني الحزب فكر تواضع شوي قبل ما تعمل هاي الحسابات، قبل ما تهدد قبرص. فكيف الجغرافيا مع إسرائيل أو جغرافية فلسطين المحتلة هي جزء أساسي من هذه المعركة. يعني أنت هون أنت بدك إسناد بهذه المعركة، لم يسندك حدا. سوريا بقيت حدود هادئة مثل ما سلمها حافظ الأسد للإسرائيلي ليبقى بالحكم، سلمها بشار الأسد ليبقى بالحكم. بس سوريا بقيت عم تمرق سلاح، بقيت عم بتمد بسلاح، بقيت 100%. وإيران ضلت عم تبعت عبر سوريا بسلاح. سؤال، ليش الإيراني ليش الإيرانيين ارتضوا بسلامة النظام السوري ولم يرتضوا بالسلامة الوطنية الإيران اللبنانية؟ ليش جنبوا لبنان؟ ليش جنبوا سوريا الضربة بس تهدد عن جد النظام السوري؟ عملوا تسوي. السوريين عملوا التسوية. لا، الإيراني قبل فيها. السوري إذا بيغلط مع الإيراني مصيره مصير علي عبد الله صالح. يعني نموذج اللي نعطى لأي واحد بلبنان كان مع الإيرانيين وبده يبطل فيه نموذج. يعني برأيك السوري صالح عمل التسوية بموافقة إيرانية؟ أكيد ما عمل شيء بعيد عن الإيرانيين، بين مصالحته مع العرب لعلاقته بالأمريكان الغير مباشرة والإسرائيليين المباشرة كانت كلها بالتنسيق مع الإيرانيين. أبداً. بس نحن بنعرف أنه كان في إشكالات كبيرة مع الإيراني على النفوذ بداخل الأراضي السورية وقت الحرب السورية. يعني إشاعات. إشاعات. من منع الإيرانيين من الوصول إلى البحر إلى طرطو؟ المصالح الروسية وموجودين. مصالح الروسية والسورية. تقسمت مش موضوعنا سوريا، ولكن مش موضوعنا، بس بقصد أنه اليوم تقسمت. إذا بينسحب حزب الله أو الإيراني من سوريا ما بيبقى بشار الأسد يومين بقصر المهاجرين.